بسم الله الرحمن الرحيم، نتفرج مع بعض على هذه الصور. هذه صورة لمريض بمرض تيبس المفاصل، مرض شائع ومشهور، أنكيلوزينج سبوندلايتس، مرض تيبس المفاصل. هذا المريض يعاني من تيبس في مفاصل العنق، ونلاحظ أن رقبة المريض تشبه رقبة الوزة أو البطة، رقبة الوزة يسموها سوانك. تيبس في المفاصل أدى إلى تشوه في مفاصل العنق. وهذا المرض يصيب الإنسان في سن الشباب، والرجال يصابون أكثر من النساء. الرجال إلى النساء بنسبة 9 إلى 1، يعني الرجال يصابون بمرض تيبس المفاصل أكثر من الرجال بتسع أضعاف المرض. صورة أخرى لشخص مصاب بتيبس المفاصل وصدفية. هذا المريض مصاب بتيبس المفاصل والصدفية بين القشور هي اللي في الجلد، هي بتاع الصدفية، هي دي الصدفية باينة في الجلد، قشور الصدفية، القشر بتاع الصدفية اللي باين في الجلد اهوت، وأيضا عنده تيبس في المفاصل. شوف جسمه، ظهره مفروض كده زي الألف كده، يعني في تيبس في المفصل، ريجيد، العمود الفقري بتاعه أصبح صلب، العمود الفقري فقد المرونة بتاعته. المفروض ان العمود الفقري فيه مرونه وفيه كيرف، انحناءات معينه، انحناء بطريقه معينه، لا ده بقى المفصل بتاعه زي الالف. تيبس المفاصل ده صوره بقى لتيبس المفاصل في الاشعه، بامبو سباين، العمود الفقري بتاعه زي الخيزران في الأشعة، التشوه الموجود في العمود الفقري خلى العمود الفقري شكل الخيزران، بقى بيسموه بامبو سباين. في الأشعة العادية صورة تانية بالأشعة لتيبس المفاصل، دي تيبس المفاصل في العنق، العمود الفقري العنقي، تيبس المفاصل في العمود الفقري العنقي في الأشعة. دي صورة برضو لتيبس المفاصل،
سيفير بقى، دي حالة شديدة جدا من تيبس المفاصل. يعني ده مرض الناس اللي بيجي لهم، احنا دايما اللي بينحني ده يعني يقول لك ده ما شيخوخة. لما يكون واحد سنه كبير وينحني كده وما يفرش ظهره، احنا بنقول ده خلاص ده من ده عجوز يعني وشيخوخة. لكن ده مرض اسمه تيبس المفاصل، وده حالة شديدة من تيبس المفاصل. الواحد ما يقدرش يفرد ظهره، سيفير انكيلوزنج سبوندلايتس فورمينج ذا كاركترستيك كويتشن مارك. المريض يبقى عامل زي علامة الاستفهام. المريض ده هوت اللي عنده تيبس في المفاصل بتاع الظهر، يبقى شكله عامل زي ايه؟ علامة استفهام. ظهره محني وراسه يرفع راسه بقى لفوق كده عشان ايه؟ ما مش معقول هيمشي ووشه في الارض، هيبص للارض عاوز يشوف اللي حواليه. فالمريض يمشي ماسك عصايه يتسند عليها، ظهره محني، وبعدين يرفع راسه عشان يشوف اللي حواليه، يشوف الناس اللي حواليه. يبقى شكله عامل زي شكل الايه؟ علامه الاستفهام، نسميها كويتشر مارك ساين. سيفير فليكشن اوف ذا ترانك and extension of the neck، انحناء في الظهر في الجذع وانتصاب في العنق. question mark sign. دي صور برضو معانا، يعني ان كانت في موضوع اخر لكن الصور معانا فنشوفها برضو. دي ايه بقى صورة ايه؟ دي متلازمة اسمها متلازمة رايتر. أثر على الجلد، رايتر مرض اسمه رايتر، متلازمة رايتر بتأثر على الجلد، تعمل كده طبقة غليظة من الجلد وزي نزيف تحت الجلد، نقط نزيف تحت الجلد. برضو من الأمراض الروماتيزمية، دي كلها اسمها أمراض روماتيزمية اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي هو تيبس المفاصل. قبل كده اتكلمنا عن الروماتويد، متلازمة رايتر ديت برضو من الأمراض الروماتيزمية، روماتيك ديسيزز. دي ايه الصورة ديت؟ اي دي فيها ايه؟ نقط تظهر كده على الضوافر، والضفر عامل ازاي؟ بيتنج، نكر. Beating of the knees due to psoriasis. ده مرض الصدفية. ده مرض الصدفية. يعني الصور اللي احنا بنشوفها كلها تحت موضوع واحد هو الأمراض الروماتيزمية. Rheumatic disease. دي الصدفية. مؤثرة على الضوافر بتاعة المريض. دي ايه بقى؟ دي مرض برضو صدفية، سوريتيك أرثروباثي، يأثر على المفاصل، مرض الصدفية وتأثيره على المفاصل وعلى الأظافر، الأظافر نفسها عاملة ازاي؟ الأظافر شكلها متغير خالص، والمفاصل أيضا فيها بقع كده عليها والجلد شكله متغير. ثورايتيك ارثروباثي نوت افكشن اوف ذا نيلز، تاثير على الاظافر، تاثير مرض الصدفيه على الاظافر.
ده حاجة بيسموها التهاب المفاصل التكيحي، التهاب المفاصل التكيحي سيبتيك أرثرايتس، دي في مفصل الركبة، مفصل الركبة ده ناتج عن التهاب حوض الكلية سيكندري تو بايلونيفرايتس، التهاب حوض الكلية. المرض جسم الإنسان كله متصل ببعضه، يعني الكلى تعبانة الركبة جت التهبت، الكلى تعبانة يعمل التهاب، في التهاب حوض الكلى يعمل التهاب كده في المفاصل، لأن جسم الإنسان كله متصل ببعضه. ده التهاب تقرحات في الفم، تقرحات في الفم، ها، والسكروتم اللي هو الغشاء كيس الصفن، اند سكروتم كيس الصفن، نتيجه عن حاجه اللي هي الصوره الاخيره ديت نتيجه مرض اسمه مرض بهجت، مرض بهست اللي هو بيسموه مرض بهجت، طبيب تركي اسمه بهجت اكتشف المرض ده اللي هو تقرحات في الفم والحاجات التناسلية، مرض ايه بهجت، نتكلم عنه برضه بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. مرض بهجت ده النقرس الحاد، النقرس الحاد acute gout، شوف عامل ازاي بيجي دائما النقرس بيستهدف صابع الرجل الكبير، المفصل بتاع صابع الرجل الكبير، يعمل فيه التهاب شديد، يبقى ألم شديد جدا في مفصل الرجل الايه، في مفصل صابع الرجل الكبير اللي هو البيك تو، اكيوت جوت نقرس. دي صور، بعد كده نتكلم عن كل حاجة ان شاء الله بالتفصيل، يعني ممكن نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل بعد كده، مرض النقرس، الهايبر يوريسيميا اللي هو الجوت نتكلم عنه بالتفصيل، مرض بهجت اللي هو البهست سندروم، بهست اللي هو بهجت نتكلم عنه برضو بالتفصيل، وتيبس المفاصل نتكلم عنه برضو بالتفصيل، انكي لوزنج سبونديلايتس ده الجوت الحاد. دي الناس بقى، الناس اللي عندها ايه توفاي ان ذا هاندز، دي ناس عندها مرض النقرس بس بقى مزمن، يعمل حاجه كده بلورات، بلورات كده كبيره، شوف الاصابع تخلي صابع الواحد عامل ازاي، اصابع اليد عامله ازاي، دي نتيجه مرض النقرس الجوت، دي بيسموها توفاي، البلورات الكبيره ديت اللي بتترسب في المفاصل ديت بيسموها توفاك، بلورات كبيره تخلي صابع الواحد، صابع الواحد عامله ازاي، زي زر البطاطا، صابع عامل زي زر البطاطا، ده عنده نقرس، ده برضو واحد عنده نقرس صابعه عامله ازاي، توفاي، بلورات كبيره وتترسب في المفاصل وعلى العظام وتعمل شكل تشوهات رهيبه، اهي نتيجة مرض الايه النقرس ده، برضو واحد عنده نقرس بس البلورات دي اتجمعت فين، في صوان الاذن، دي واحد عنده نقرس بس البلورات دي تجمعت في صوان الاذن، اللي هي ديت اللي هي باينه اهي في صوان الاذن، بلورات حتت كده كلاكيع كده في صوان الأذن، ده مرض الايه، دي ايه نقرس، يعمل ايه هايبر يوريسيميا، بلورات بتاع مرض الايه النقرس. دي كانت صور شفناها مع بعض عن مجموعة من الأمراض الروماتيزمية
اللي هي الأمراض اللي بتصيب المفاصل، سموها أمراض روماتيزمية. وإن شاء الله نتكلم عن هذه الأمراض بعد ذلك بالتفصيل. الصور جميلة. طيب، بلورات النخرس مترسبة في صوان الأذن. ونسأل الله لنا ولكم العافية والشفاء لكل مريض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.